مع المشاهدين اختي ساره، اولا حابين نقول رمضان كريم علينا وعليكم. كثير اشتقت صراحه، حسينا لانه احنا هون بالغربه واهلي بعاد، قلنا انه ليش ما يجوا هون، ولكن اهلي كثير مشغولين حاليا، فساره قدرت تجي yes. سارة اجت وهي معنا اليوم، وصراحة كتير متحمسين لانه في كتير اشياء حنعملها خلال هالاسبوع. ومو بس هيك، اليوم انا وسارة قررنا نعمل الافطار، so الافطار اليوم حيكون ملوخية. على طريقة امي. سارة طبعا حافظة الوصفة اكتر مني، سو هي اجت بالمحيطات شي يعني بعملها انا ونايمة بس. المهم اليوم حنعمل ملوخية. وشو كمان؟ فتوش. عندك لغرة؟ في خس خربان. امبارح لقيت 1 تميتو تمطاية لا لا واحدة بندورة، فحنعمل سلطة بندورة واحدة yes. وحنعمل سمبوسة وملوخية ورز وغير الطبخ. خليني بس اهدى شوي وقلكم انه باخر الفيديو في شغلة كمان سارة كانت حابة تقلكم يا صار لفترة عم تفكر تقوله ما تقوله، و حان الوقت. وكمان نسينا نقلكم على التطبيق 360 فيوز، مثل العادة حتربحوا ايفونات. نعرف انكم تحبوا لما 360 فيوز يعطوكم ايفونات، فالخطة كنت شو انا بحب الايفونز. وطبعا صور لكم الفيديو على تطبيق 360 فيوز، فيكم تروحوا هونيك وتشوفوا الفيديو، كتير كان حلو وانبسطنا، وفيكم تلفوا الشاشة باصبعتكم ب 360 درجة. أكثر فيديو مطلوب بتاريخ اليوتيوب، قاعدين بالغرفة القعدة فيكم تلفوا الشاشة يمين وشمال وتشوفوا كل شيء عم بيصير. ياس هاي الغرفة يمكن أكثر غرفة بنقعد فيها. والشغلة الثانية إذا بدكم تربحوا الآيفون كل اللي عليكم تعملوا إنكم تجمعوا نقاط. أصالة لايك نو مور. وكمان حتى تربحوا الآيفون الخطوات كثير سهلة، روحوا هونيك على التطبيق وحتعرفوا كل شيء. شكرا 360 فيوز إنكم دائما من عائلتنا، وبس إن شاء الله تربحوا الآيفون ولا تنسوا تروحوا هونيك، الخطوات سهلة والرابط حتلاقوه تحت بالدسكربشن مثل العادة. وبس هلا فينا نبدأ الطبخة. جاهزة؟ Let's go. اوكي سو للملوخيه عندنا طبعا الكزبره. انا ما بعرف ليه طلعت بصل. لا استني شوي، الكزبره انا بالنعمه بتحطي؟ يا مام سد شكلك مو عم تعملي تبع مام. عم بعمل تبع احترام عندي. هون طبعا سلقنا التشيكن، هون عم نجهز الرز هاي الشعيريه، وهون الملوخيه الكاس الناعمه لسه ما فكيناهن. في ناس بيقطعوا الخضرة قبل ما يغسلوها، في ناس بيغسلوها قبل ما أنا بقطعها بعدين بغسلها. نو عشان احفظ كل النيوترينتس يلي بيقدر. أنا ماني مقتنعة بهالطريقة، ولكن اللي بده يقطع يغسلها قبل وبعد ما بتفرق معي. خليهم هن يقولوا بالكومنت، قولوا لنا بالكومنتات انتم من الناس تغسلوا الشغله بعدين بتقطعوا ولا بتقطعوها بعدين. بلا لا اوكي صايمين وتعبانين وما بعرف احكي. ليكو كيف بتغسل؟ مشان هيك بتطول لما تقطع خضره. لا تاخذ ساعتين لتقطع الشغله. اوكي سو هلا انا حفك الكاس الملوخيه. انس حتساعدنا بالطبخ؟ نو بدي حليب لنوى. واو انس تركته مع البيبي، وطبعا مثل العاده فشل كاب. طيب وين في حليب؟ ابنك هنيك عم ها الحليب فوق. حط 6 اونس مي و3 حليب. اوكي سو حبيت احط لكم الكاميرا احنا عم نشتغل، تعرفوا لانه احنا ست بيت ستات بيوت. قطعت سارة الكزبرة. أنا هلأ عم جاهز هاي، بدي حميها وقلت توم. لكن بس حابة أقول شغلة، سارة لاحظت إنه ما عم نتفرج تي في بالبيت، صار له التي في خربان شهرين، فتخيلوا شهرين بدون تي في. وبتعرفوا أحيانا رمضان بيجي كمان مع التي في. اللي حيصير إنه أنس رايح، بدي أقول له هلأ استنى حطلع فوق وأقول له لأنس إنه يروح هلأ لأنه طلبنا تي في تاني، بس لازم يروح أنس يجيبه للتي في. يروح يتلحلح شوي لأنه بصراحة صار له فترة قاعد وما عم يساعدني بشي، وحاسة مغيوزة، فبدي روح خليه يعمل شغلة. اوكي صح يلا هلو. اوكي سو كنت عم اقول لهم انه التي في تحت صار له شهرين مو شغال. بيبي هون. هاي نوا. نوا عم ياكل. شفتي شو قبل منيح انا؟ برافو عليك، ما توقعت. ما في داعي يجيب التلفزيون. نو كنت عم اقول لهم انه
نو بليز عم اقول لهم انه انت حتروح تجيب التي في. نزلت لهم فيديو اليوم ارتاح شوي حرام. شو يعني؟ يعني قاعد من انا يعني ما حتروح؟ صار لنا شهرين بدون تي في واحنا ما بيكفي عم نطبخ لك وعم ننظف وماسك الطفل هلا لا مسكته انت باخر ثواني. نصيحة لك تفرجيون وجهك كيف عم ينقط هيك ابتسامات وجه. يا عيني يا هلا قلب يا حقيقة ايه الحلاوة دي. بتعرفي في شغلة؟ بتعرفي شو أسوأ من التعب؟ شو؟ لما مرتك تزن. يعني ما قلت لك هالرمضان حنتخانق طبيعي انت صايم انا صايمه كله معصب كله جوعان كله عطشان فروح احسن لك تقوم تجيب شغله تتلحلح هيك شوي ونجيب لنا التي في مشان نقعد ناكل نتفرج نتهنى. خليوني اشوف وجهك مو بس تضحكي له خليوني اشوفه هلا كيف عامل الشعر مثل دنب الحمار. على فكرة مو بس التي في مكسور كمان هاي الكاميرا ما عم تشتغل. كاميرا أنس كبيرة محترمة إذا صار في شيء أنس بيروح بسرعة وكاميرا أصالة علي 13 للزئة. قل لك ليش؟ لأنه أنس كسرة طلع البرغي منه وراح كب البرغي وبعدين بدل ما يرجعه فهلأ مضطرين نشتري واحدة جديدة لأنه ليكو أنا شايفة حالي بالمقلوب بس أنتوا ما حتشوفوا هالشي. طب أنت ليش ما تركيني بحالي أوكي يلا أنا نوا نشرب ببرونتنا. ليك هلأ باقي للإفطار 3 ساعات فإذا ما بتقوم هلأ حتقوم لقيامة أوكي. لا تحكي مع ناس صايمين حتقوم لقيامة. اوكي سو هلا حرجع تحت وفرجيكم الطبخه اوكي ليتس جو. اوكي سو هلا رجعت تحت ولقيت ساره صدقتني وحاطه الثوم وكل هالزيت ما شاء الله. لا عم نلحق دايت ماشي مليون. ساره وين ساره؟ ليه حاطه كل هالزيت؟ لازم احنا عم نحاول ننحف. هلا بخفف يا حبيبتي اوكي. هلا اللي صار انه تحمس الثوم وحطينا المرقه الملوخيه. ساره شكلي عم بطبخ كله لحالي لانه ساره ما عرف وين راحت. استنوا حدا بينام وعنده طبخه. قال عم نقلن عم نطبخ مع اختي واختي قاعده قال عم تنام عم تتشمس. فوتي جوا اجلي الجليات. كيف بياتيني؟ لا انا في غبر. قال عنده طبخه وراح تنام. عارفه امك بيقدر باقي ساعتين للاذان قال نايمه ولسه ما عملنا. والله لا ابزق بصحنك. اوكي سو ما انه ساره تركتني وانا اللي عم بطبخ بلشت اعمل ال شو اسمه الطشه تبع الملوخيه. واو جود جوب صراحه اخترعت اختراع عم نعملها على طريقتنا. اوكي وهون لسه ما حطيت الجز شكلنا قصدي جود جوب برافو حبيبتي. شكلنا ما حنفطر اليوم. اهم شيء مين رح يجي الجليات؟ انت نو المقرر يا بتطبخي يا بتجلي. اكسكيوز مي انا ضيفه هون اوكي حبيبتي. انا بس بدوق الاكل من بعيد وبنام وانتوا بتجيبوا لي الاكل على التخت. كل هاد كزبره حسيتك ما غسلتين. غسلتهم صدقيني غسلتهم. احط منها اخضر. كسرتي اكبر قانون بالطبخ اللي هو ممنوع تحطي خضره والطبخه عم تغلي بيصير كله اسود هلا. اوه ماي جاد اوكي حنطلب بابايز. لايمتى حتضلي تحركي؟ ما بنقدر ندوق يعني الله ما بيقول اذا واحد صايم في هيك. استغفر الله العظيم. مام قال لازم الملوخيه تضل خضراء. يب وصارت سوداء. شو يعني؟ اوكي سو حاليا اللي صار انه طبخنا الرز والملوخيه هلا بدنا نقلي السمبوسه. الا لشغلتيني ها هون ساره عم تعمل السلطه. انا بحب احط مانجا بالهي وافوكادو وانس لسه لهلا ما راح جاب التي في سو حنقضي نهار عم نطلع بعض. بصراحه ساره احسن مني بقراءه القران بتوجيه القران. شو بيقولوا؟ تنبيه القران. تنبيه تنجيه لما تنجي وات مو تجويد.
خطر على بالي، ما بعرف اذا هي اتركوا لنا بالكومنتات اذا رايكم انه ساره تعلم ميلا تلفيظ القران. لفظ القران لا تلفيظ. لا 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 خلص انت ساكته. اوكي اوكي هلا حقلي السمبوسه وحارجع لكم وحراح فوق خانق انس شوف ليش لهلا ما طلع يجيب التي في وبس. يب ويجيب ميلا. ميلا اللي ما عارف ميلا هلا بالمدرسه سو بعد شوي مثل ما الساعه انس حيجيبها من المدرسه وبس. هلا ما جاب تي في؟ لا على فكره ساره لما اجت صار انا وساره من بهدي الانس مو بس انس وانا عرفتوا كيف. سو المهم زيرو مين نزل لا 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 ليش واخيرا نزل من المنزل نزل من المنزل. شبك شو قول انا اللي قاعده بالمطابخ انا واختي عم نشتغل من نهار لليل. الله يعطيكم العافيه. روح جيب لنا شيء نتحلى. سؤال استنى جد جد سؤال، مين حاسس انه تركوا لنا بالكومنتات، مين حاسس انه رمضان هذا اصعب من اي رمضان قبل؟ نو انا قلت لهم بدي تركوا لنا شيء ثاني بالكومنت. شو بدي تركوا لي بالكومنت؟ نسيت شو النار اللي تركوا لي. انه مين بيقص الكزبره قبل ما يكسر؟ لا لا الكزبره اهم منك. صح لانه ممكن يكون في يعني حل للموضوع، معناته الكزبره خربانه بالمخ. راح في يموت الشغله مشان هيك الناس بتسمموا. يعطيك العافيه انا هلا طالع باذن الله. باي مع السلامه. ساره انا عم تسال ليش ماسك العصايه؟ يا شكلك بدك تضرب حدا. ساره انتوا كلياتكم بده يخلص علينا. نو كلياتكم الصبايا بالبيت وانا اللي بدي احميكم رجال البيت. من شو؟ في اسود و اي اسود؟ ما شفت الاسد؟ ما حدا غيرك. انا اسد ثعلب. يعني واحد كل حدا يشتغل مع اصاله رمضان ذكور. اوكي روح جيب لنا نتفرج شغله. والله طلعت الغبره على التي في. روح انجز شيء مفيد. الله. واخيرا خلصنا الاكل وباقي ساعه للاذان. الرز والملوخيه خالصه والسمبوسه حطيتها تحت بالفرن والسلطه بالبراد. واستنوا نشوف الباقي. انا راح يجيب ميلا من المدرسه. هاي نوبة. هاي صباح الهيل. وبعدين برا وهون ساره وعمر. وهلا خلصت الطبخ باقي ساعه للاذان وكتير جوعانين. يس كثير منكم عرف انه عندي ولد اسمه عمر من زواج سابق وانا كثير كثير بحبه وبالعكس يعني بتمنى انه يبين على الفيديوز وكل شيء بس مرت بفتره فيها صعوبات. طالما يعني احنا قلت لحالي انه عم نصور فيديوز and رح نجتمع بهالاعياد ومع الفاميليز على حالتين هيز غانا شو يعني حيبين بالفيديوهات. حسيت انه هلا حان الوقت انه بقدر احكي لكم كون مرتاحه باختياري. I love you guys. وطلعوا مين اجا؟ ميلا. ما عطونا التلفزيون. شو؟ ما عطونا التلفزيون. قول والله. والله. ميلا. بيبي. جبت لك كاميرا بدل الكاميرا. يا جماعه هي بالنسبه لاصاله احسن كاميرا بالعالم. يس اسهل شيء واسرع شيء. شو صار بالاكل؟ خلص تقريبا. يس والله كثير جوعانين يا جماعه. هون بلشت حفله الاكل. ميلا عم تاكل ملوخيه. واو. كمان هنيك في صحن ملوخيه. واو. وهنيك في صحن ملوخيه. واو. اوكي يا جماعه الساعه 7:33 بيأذن 7:34. الله انا اسف بس لما رحت جبت التي في ركضت ركض حتى اجي لحقكم. عملنا سمبوسك احترق شوي سلطه ساره ملوخيه الله رز يعني عليك وبس. بجنن شو احلى من هيك. سو هلا صراحه من كتر ما كنا جوعانين ما بعرف شو صار. مخنا ترك الكاميرا بمحل وصرنا ناكل. الحالتين يا جماعه بنحبكم كثير. يوم ثاني رمضاني جديد اظن مع العيله هيك هلا ساره وان شاء الله بالمستقبل كمان لما يبدوا اهلك بدنا نعمل شغلات حلوه. احساس رمضاني جميل. هالرمضان هذا غير صحيح انه مرهق لانه عم فيه كثير بكير لكن جد حلو. وبوجود كمان ساره معنا وعمر وبس. لا تنسوا 360 فيوز في ايفون. كل عليكم تعملوا تنزلوا لتحت. هلا صار فيني اقول مني ومن ميلا ومن بيبي نوا ومن ساره ومن عمر ومن الكل. هلا صار فينا نقول تصبحوا على خير. باي. استنى اسامه كمان فوق اجى نزل اكل وطلع بسرعه. باي.